السلام عليكم الاخوان، هانين بخيرين. هو درت هذا الفيديو باش نعطي واحد النصيحه للدراري اللي جايين جداد امريكان دابا مع القرعه. الاغلبيه دابا في رمضان كيشدوا الفيزات الحمد لله ديال الوقيته. تواصلوا معايا بزاف الدراري الحمد لله، رطبعوا لهم الله يسهل عليهم الله يجيبهم على خير. المهم نصيحه الخوت، كيف قلت لهم هما نقول لكم حتى انتم اللي جايين، نجيب معك اخويا الفلوس. نقولك علاش، الا ما عندكش على الاقل اخويا تجي معاك 4 المليون ضروري، 4 المليون نقولك علاش، وتشري الولايه فيها ترونسبور. 4 المليون اخويا، اول حاجه غتكري بيت. ملي غتكري بيت غيكون عندك شهر الاول شهر الاخر، راه ماشي شهرين، يعني انا غتكون شهرين، راه شهر الاول وشهر الاخر. وتقدر ان داك الشهر باش تقاد ورقاتك وكتسنى غيدخل عليك شهر الثاني، هو غتخلصو انت وليتي 3000 دولار. ونزيدك واحد القضيه اخرى، والبيت اللي غتكري خوت بنادم راه غالط، كتحب راسو يعطي بيت مثلا 1000 دولار غياخذ بيت فيه ناموسيه وتلفازه وثلاجه عامره وفوتاه، داكشي راه ما كاينش، غتاخذو خاوي 1000 دولار اخرى غتقدر تشري بها نوي ميسير رخيصه، ولا الدراري هذا بروكين ولا الناس بروك العيبات. المهم وما تصرف وما باش تصب كارطه ديال ترونسبور باش تقضي غراضاتك، هذا ما كاين، الله يسهل على الجميع. وبالنسبه للدراري اللي عندهم فلوس، اللي عندهم فلوس الحمد لله عنده بزاف ديال البلايص يقدر يمشي ليهم، تقدر تجي هنايا.